فلكل مشاهدينا الكرام وين ما كانوا وين ما تواجدوا، عاد جديد وحلقه جديده من برنامج كوفي تايم. اليوم رانا الاثنين 14 جوان، انا وزميلتي زهره نطلع عليكم من دوك حتى الخمسه غير 10 في حلقه مميزه. تخي بيان، اذا انا تاني نقول لكم مساء الخير عليكم، مساء الفل الياسمين والورد، وان شاء الله نستفادوا من بعضنا في هذه الامسيه، نستفادوا كما العاده من تجاربكم من افكاركم وحتى من اقتراحاتكم لملا لمواضيع اخرى تريدون مناقشتها بوكوا با معنا في حلقات برنامج كوفي تايم. اذا اليوم ياسر دون اطاله نروح نهضر لكم مباشره عن الموضوع التفاعلي اللي اخترناه لكم، اللي هو موضوع اجتماعي اخلاقي، يعني يمس عده مجالات. اللي هو وبينون اطاله يمحينك اليوم الموضوع تاعنا التفاعلي تاع نهار اليوم اللي يتحدث عن الكذب بين طمس الحقيقه وتحقيق الاهداف. دونك بين طمس الحقيقه وتحقيق الاهداف هو فرق كبير، واحد اللي يحب يحقق هدف معين بطمس واخفاء حقيقه معينه هذا امر يبقى خطا. سي فري اكيد، ويبقى الكذب كذب. كاين بزاف ناس يقولوا كذبه بيضاء، كذبه كحلة، كذبه خضراء، كذبه اورانج صفراء، يا ودي كيما تكون كذبه كذبه. اكيد، اذا راح نستقبلوا اكيد اتصالاتكم، الرقمي راح يظهر لكم اسفل الشاشه، مي واش رايكم من قبل؟ نروحوا نشوفوا تصريحات اللي جابتهم لنا اكرام، لكن قبل ذلك معليش نروحوا نشوفوا مع بعضنا مكالمه ونقولوا الو. الو مساء الخير، اول مكالمه نهار اليوم. الو الو. أو يطول لابال هذا باش يدخل ما فهمتش. يعيشك خفيف. أهلا مرحبا. أعطيوني فقط الصوت أنا مانيش نسمع. تفضلي. ألو ألو رانا معاك في الاستماع، تفضلي. واش رايكم ختي صافا لاباس؟ لاباس الله يخليك، أنت لاباس؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. تفضلي، شكون معنا ومن وين؟ عبالك نحبوكم بزاف، كي انت يا كي ياسر كي ياسر. مانيش نسمع. انتو كان نحبوكم بزاف انت وياسر. صافي ان كرون بليزير خي. عايش خويا، شكرا. انا نتاع ياسر والله نحبك بزاف بزاف بزاف. شكرا لك ياسر، وعنده برك ان بروبليم واش يسمع فيك. مانيش نسمع كالونغارا ويذكر فيا ما عطانيش نعاود له الهضره. تفضلي، من وين تتواصلي معنا؟ من وين؟ الو؟ نقطع الاتصال، معليش نعاودوا نتلاقاو، نعاودوا نستقبلوا مكالمات. بيان سور، راح نستقبلوا مكالماتكم على الرقم التفاعلي تاعنا الظاهر اسفل الشاشه، نزيد نعاود نذكركم به 023 70 93 64. ودوك نروحوا نشوفوا. نعم، نروحوا نشوفوا بعض التصريحات حول موضوع الكذب مباشرة في ميكروفون الزميلة إكرام مقران. بكم مشاهدينا متتبعي حصة كوفي تايم، كما عودناكم في كل مرة نجيب لكم مواضيع جديدة. اليوم الموضوع اللي خيرناه هو موضوع الكذب، الكذب اللي راهو منتشر في هذه الأونة الأخيرة. روحوا نرصدوا آراء المواطنين، تابعونا. المجتمع تاعنا والوقت اللي رانا نعيشوا فيه صافي علمنا كاع الكذب، صافي ولازم عليك تكذب كوما كشغل لا غالب هي ماشي بصح كذب من كذب كيما نقولوا، ماشي الكذب اللي في حاجات كبار اللي غيروا كيما يقول لك حوايج اللي يضروا الناس، ولا تكذب باش تسلك روحك. لازم كيما هكا ديجا دروك راني مسكيفي من الخدمه. انت تتكلم قد مات، لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. كذب ولا شغل كيما نقولوا الاموت دوكا، ولا شغل ظاهره الاموت، اللي ما تكذبيش ما درتي والو. كاش عايش البلاد هذه غير كذاب منافق هكذا، ما كاش تمشي قباله، يا الحبس يا الجبانه. تعال هنا. مش كان بيكلمك انت ولا كان بيكلم مين؟ كذب صفه غير حسنه، الناس تكذب تكذب باش تكذب. انا مرتي ما نحبهاش تكذب عليا. هتتسال السؤال وهتجاوب عليه، ما هو المنطق؟ كلنا هنسال يوم القيامه كلنا. ما هو ايوه المنطق وبسرعه لغايه ما نحضر السؤال الثاني. هذا طبعا بون الكذب الشعب تاعنا تقريبا بات في الصوالح وجا لازم يكذب لك وقضيه الطمع وما فيش شيفه. كيف لازم دير الخير في واحد عاود كيما هو يدير في الخير لازم تاتي لازم تخلفوا له. والكذب لا دوكا باه تدخل بالله ميري ولا حاجه لازم تدخل باه تكذب عندي صوالحي ولا بون شعب جا ولا
انا عايز جمله مفيده. ربي يعطانا عقل ونخمو به، انت كي تريح مع روحك تبدا تخمم تقول انا علاني نكذب، وحدك شغل دير معادله تستخرج هذه في هذه تفهم باللي كذب هذا مش راح يدير لك ريزلت شابو. سما ربي يهديهم ان شاء الله. Vraiment un sondage magnifique, une touche très très intelligente de ta part, Ikram. Bravo à l'aide de sondage. Bah, nous ne serons pas zappés, on aura ni mal nés. On est les zappés avec les nés, t'as mis les responsabilités. Non mais d'accord, c'est sympa, t'as qu'un ou. Alors, ben les mêmes matins, donc ils t'ont quitté pour leur homme. Oui, bien sûr, parce que le موضوع تاع تاعك دب زهرة ou la يرق كامل الشباب الجزائري. ما كانش اللي ما يكذبش من المجتمع سواء مني وروح كامل نكذبوا. انا ما قلت كاين كذب من كذب، كاين كذب من كذب، كاين ثم تراك تشوف معايا في الراي تاع كذبه بيضاء وصفراء وحمراء هي تبقى كذبه، مي ما نكذبوش على رواحنا رانا نكذبوا، ما راكيش تكذبي انا اختي ما نكذبش اختك انا اختك نو نو اذا مشاهدينا متواصلين معكم في هذا الموضوع نستقبل مكالمات بوكوا با الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه على بالنا بلي سا اكزيت الكذب دي فوا باش انا يا سيدي نستعرف نورمال انا من داك نكذب والله مش فيت انا ما نقدرش اعتراف خاطئ باش تعرفي استعرفي لا زهره تكذب من داك تكذب انا نقول لكم نكذب برك يعيطوا لي يقولوا لي وين راك نقول لهم في الطلعه وانا جاني كنت في الطلعه هي مازال ما وصلتش للطلعه في الهبطه اللي قبل الطلعه وتقول لك راني في الطلعه والله ديجا فو وي جو كوني معنا مكالمه ياسر مازلتي ما تسمعش توجور معليش نقولوا له مساء الخير راني نسمع شويه صافا الو من فضلك نقص لنا برك في لاتيلي ربي يخليك حطيه ميوت حطيه ميوت ديريكت في لاتيلي برك حطيه باش نقدروا نسمعوك معليش كتكثر نقصي مش نقصي شوي نقصي خلاص الو الو ديري ميوت وسمعينا من التليفون قطع الاتصال الله غالب اليوم المتصلين ما فهمتش واش بهم ما عندهمش زهر اليوم معنا بزاف مساكين وحنا ما عندناش زهر ثاني معاهم بصح نقول لكم زيدوا عاودوا اتصلوا زيدوا رفدوا لنا اتصال ديريكتومون رانا معاه نعم لكن هاي. نروحوا لا ريجيم يقولون نروحوا مباشره لفقره مواقع التواصل الاجتماعي ونقول لكم مشاهدينا الكرام مباشره عاودوا نتلاقاو بعد هذا الجينجل ترندينغ اذا عاودنا رجعنا لكم من جديد مشاهدينا ونروحوا لفقره الترند وترانديغ واهم مواقع واهم ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في فقره ترانديغ نبداو باول اخبار زهره نعم نبداو باول خبر اللي هو خبر متداول عن حفره نعم التي تبتلع سياره متوقفه خلال ثواني معدوده بالهند دونك شوفوا لا فيديو مع بعضنا يعني رانا نشوفوا هاي ثواني صاير راحت الطوموبيل السلام عليكم 500 ولا 600 مليون راحت هباء منثوره في حفره يعني شوف كيفاش بدات دوك الحفره هذه ما فهمناش اذا كان من المياه نظن انه المياه نعم. يعني ما شوفوا الفيديو مع بعضنا يمكن باش تتضح لنا الفكره اكثر ياسر كان هنا وراح وكانوا كاين تعليقات كثيره في هذه الصوره ولا هذا الفيديو اللي تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكاين بعض التعليقات اللي قال لك هذه في الهند سي نورمال تصرا كيما هكذا باسكو في الهند توقع كل شيء لي فيلم تاعهم فيهم ليماجيناسيون فينالمون يصراو لهم حوايج بيزار بيان سور ماشي غير في لي فيلم سما هما هاد لي تروك بيزار اللي يصراو لهم يستلهموا منهم امورات ويديروهم في لي فيلم سي بور سا يبانوا لنا الهنود بيزار وي اكزاكتومون نروحوا مع بعض ياسر نروحوا الى الخبر الموالي والخبر الثاني نعاودوا نوليو للجزائر ماشي في الهند دوك رانا في الجزائر ومع بعد ما تقاسم مع متابعيه خبر شراء منزل لوالديه ريفكا يتفاجأ بتعليق متابعة تطالب الدولة الجزائرية بالتحقيق معه للكشف عن مصدر أمواله وريفكا يعلق
هذا باش تفهموا انه كاين ناس قلبهم مريض عايشين معنا. دونك سي كلكو شوز اللي تخليك على بالك كومام راه شرا انسان اللي تعب خدم على روحه كوم انفلونسور الحلم تاعو انه يفرح والديه وراه فرح والديه. انتوما دوك علاش هاد التعليقات؟ انا نقول تلقاهم غيره كاين شاطرني الراي حول هذا الموضوع. انا نقول كون جا الاموال تاعو ماهيش مبرره ما ينشرهاش يعني كخبر، يعني يكون جاو من مصدر مجهول ما يبخون با لو ريسك. هذه وحده. دوزيامون ظاهره من اين لك هذا، والناس تحسب لبعضها، والناس فرانشمون لازم يتعلموا وكل واحد يعيش حياته كما يعرف. هو شرى دار والديه دا الاجر وانتم راكم تحسبوا له، ربي يشفيك ان شاء الله. هذه ما حبش ما بنهضر اسمها. نو ما نهضروش اسماء الناس لانه الناس عندهم ضغينه وحقد وبغض تجاه الاخر. خليوا الانسان واحد نجح خليوه يا سيدي تفرحوا به، عاند ولا تحسد. من هذا المنطلق نقول احنا عاند وما تحسدش. هو شرى دار ويسي انت تشري دار لوالديك ولا تبعتيهم للحج ولا للعمره، هذا واش نقدروا نقولوا في مثل هذا الموضوع. وكان هذا اخر اخبارنا للترند لنهار اليوم زهرة. نعم، اذا بهذا نختموا مع بعضنا ترند تاع نهار اليوم ياسر، ونقول لكم مشاهدينا مباشره بعد هذا الجينجل نتلاقى. عودة لكم مشاهدينا الكرام، إذا مباشرة بعد ما كملنا معكم فقرة ترند، فقرة مواقع التواصل الاجتماعي، ياسر نروح نستقبلوا مكالمة مع بعض. بيان سور، ماذا بيا نستقبلوا المكالمات ونقولوا ألو مساء الخير. ألو ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، نيني نسمع فيكم، وي سلام. شوفي نقصي على بالي راكي تسمعي فينا، نقصي التلفزيون راه حطيه ميوت ديريكتومون باش نقدروا نتواصلوا معك باريحيه. سي بون. وي راني نسمع فيك، صافا؟ لاباس الحمد لله، وانت؟ الحمد لله لاباس، الاخت راكي مليحه. لاباس الله يخليك، انت لاباس؟ لاباس الحمد لله، كاع ملاح. الحمد لله، سقت عليك الخير، يعيشك. الله يسلمك. شكرا لك، تفضلي، شكون معنا ومن وين؟ أم إدريس من ولاية عين دفلة. أهلا بنات عين دفلة. نسل كارونت كات. مرحبا بك، تفضلي أم إلياس. بغيت تسمع في روحها ولا كيفاش؟ ما على باليش أنا، دوك أنا قلت لك حطي التلفزيون ميوت وسمعينا من التليفون باش نقدروا نسمعوكم مليح، سينو نقطعوا الاتصال ونستقبلوا اتصالات أخرى، كاين بزاف ناس هم حابين يتصلوا. نعم والو. معليش كنترول، خذوا لنا اتصال اخر، نظن انه الشبكه راهي فاصله عندها ولا عندها مشكل في الشبكه. فنستقبلوا اتصالات اخرى ماذا بينا يا مشاهدين. انا ديما نوصيكم، قلت لكم كي تعيطوا لنا وتحكموا حطوا التلفزيون ميوت، على بالي باللي تحبوا تسمعوا رواحكم وكامل. كي تحبوا تسمعوا رواحكم روحوا للصفحه الرسميه تاع قناه الشروق، تلقاو حصه كوفي تايم في اليوتيوب وسمعوا رواحكم بكل اريحيه. ما تبقاوش تسمعوا من التلفزيون باسكو يصرى الروتار ونبقاو حنا شغل نسمعوا في رواحنا وانتم تسمعوا في رواحكم وتتخلط علينا، يتخلط الحبل بالنبي. نبقاو دائما ماذا بينا نسمعوكم ونتواصلوا معكم، مراءكم هما سر نجاح البرنامج. دونك رانا في انتظار مكالماتكم مشاهدينا الكرام. معنا اليوم ضيوف متالقين مازال باش يلتحقوا بنا، لكن نعطيو لهم هكا افكار عليهم قبل ذلك نستقبلوا مكالمة ونقص في العتيلي باش ما يتقلقش ياسر. الو مساء الخير. الو. ما فهمتش اليوم واش صرا لهم. إذا المشاهدين أنا أعترف لكم اليوم باللي كالونغا اللي راهو اليوم اللي يصير في الصوت، دونك ما عليكم غير ترفعوا دعوة قضائية على كالونغا لأنه الصوت اليوم راهو في خطر. لا جو ريغال، جو ريغال اليوم سي لو غيزو اللي راهو يتكوفا. دونك حنا في انتظار أنه غرفة الكونترول يعطيونا اتصال، أنا دوك نبقى هنا مضرب عن الكلام حتى يعطيونا اتصال مسقم. مكالمة أخرى. يلا. ألو مساء الخير. الو الو الو. وي مساء الخير. الو، ما تكوبيش على وجه ربي. مرحبا بك. لاباس؟ لاباس الحمد لله، انت لاباس؟ والله الحمد لله يا ربي. الحمد لله، تفضل اخي الكريم. الاخ العلف
نعم. ناس حمام ريغه. المنيعة. ناس حمام ريغه. وليت عين قفله. ما شاء الله. بارك. لا حمام ريغه. حمام ريغه. حمام ريغه. فهمتك وعرفت عرفت المكان. واش راك اخي محترم لاباس؟ اخي من الفضل اللي نقص. يا ودي شوف اليوم حلفوا المتصلين يلي يخلص له ليزيونيتي يخلص له اللي ما عندوش الريزو ما عندوش اللي حب يسمعنا من التلفزيون هو معنا في التليفون يسمع المهم اليوم راهي مشربكه انتوما اللي راكم تعيطوا دوك نقول لكم عبر الرقم تاعنا اللي هو 023 70 93 64 كي ريبونديو عليكم في غرفه الكنترول نورمالمون يقولوا لكم نقصوا التلفزيون ولا حطوه ميت وهضروا معنا من التليفون باش نسمعوا مليح انتوما ما راكمش تطبقوا في التعليمات عندنا مكالمه اخرى باش نبريزيك مي عندنا مكالمه اخرى الو مساء الخير الو وي مساء الخير مرحبا مساء النور يا اختي ساعه فينا باش ما يتكوباش الحمد لله وحنا نسعفوها باش ما ترقدش مساء الخير واش رايكم صافا لاباس الحمد لله وانت والله غير لاباس الحمد لله الحمد بديت تضحك عرفتيها انا حكيت كيفاش دايره نعم جوج لك كيفاش كثير عليا هذا شراكم صافا لاباس الحمد لله وانت اختي والله غير نشوفكم غير باش نضحك ربي يخليك صافي بليزير ولينا دي كوميديا شراك الزهره صافا الحمد لله شكرا لك من وين تواصلي معنا انا في التلفزيون على افونس منعيكمش لازم أيوة شكون معنا من فضلك ومن وين ابتسام الجي سنتر مرحبا بك ابتسام ابتسام الجزائر الوسطى مرحبا بك صح هضرنا على السؤال التفاعلي تاع نهار اليوم السؤال تاعكم هذا هو الناس كاع كذابة تسمى ديرك من الاخر هذا هو الناس كاع كذابة هذا ما كان شغل لا لا من داك نكذبوا شغل شغل تتحتم علينا باش نكذبوا واش هي مثلا الاسباب اللي تحتم عليك انك تكذب انت يا شخصيا مثلا تكوني في مشكل شغل بالك باش ما تزعفيش هذاك البنادم ولا شغل تضطري للكذب وطريتي باينه طريتي ايه طرت وكاين اللي يكذبوا وما ديورين الكذب باش يزوخوا يكذبوا قال له دير هدا تعيش بها مده ايه هذا ما كان المهم عيطت انا نسقسي عليكم برك ما نطولش عليكم شكرا لك ابتسام تحيه كبيره لك ولكل الناس الجزائر الجزائر الوسطى شكرا يعيشك ايا باي باي صح دونك مشاهدينا بعد هذه المكالمه يعني اونفان حكمنا مكالمه وقدرنا نتواصلوا معها بصح ابتسام الجزائر الوسطى راهي مقيله وقيله نعم نروحوا مباشره مشاهدينا الكرام في فاصل الشهري ورانا راجعين بعد ذلك عاودنا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وكي رجعنا ما رجعناش بالبلاطو فارغ دوكا البلاطو راه معمر منور زاهي باهي بالضيوف اللي جاونا النهار اليوم المتميزين المتالقين كاين زوج من الممثلين الكبار خليني نقول اللي عندهم مسيره كبيره عندهم جمهور كبير وجمهور واسع عزيز راه يشوف فيا هكذا بالكوتيش ولا يحس فيا راني نجامل فيه مانيش نجامل فيك عزيز جات با دي فلور راك صاحبي وكلش بصح كيستيون خدمه خدمه بلا ما نطول عليكم معنا عزيز بكروني وجست لا راهو جاي مراد وهابط معاه اي نو مراد مراد اوجيت داير الدخله مراد السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك انا كنت راح ندير لك بال انترو ما خلانيش ما خلي غار منا غار منا مرحبا بك دونك من ارقى الفنانين حاضرين معنا اليوم ان شاء الله عليكم من الفنانين اللي الجزائر فريمون تفتخر بهم سواء عزيز بكروني ولا جمال اوديت عم نشوفوا مع بعضنا جمال مراد مراد اي وي مراد وي مرحبا بكم شرفتونا نورتونا اليوم ما شاء الله نجوزوا ان بومون مع بعضنا اون ديريكت معنا من قناه الشروق ولاول مره في كوفي تايم لي دو عزيز جاز ديجا مره في كوفي تايم نو سامر تايم سامر تايم ماشي كوفي تايم انا شفت شفتو في الاستوديو الفوق مي جو سي با نو كان موالفي جوز مع زميلتنا اسيا شلبي هذاك مع اسيا شلبي سي فري دونك نبداو ديريكتومون نهضروا على الاعمال الرمضانيه اللي كانت بامتياز هذا العام نبداو بعزيز اللي شارك في عده اعمال رمضانيه شاركت في احوال الناس وشاركت في ليام مسلسل ليام وكان عندك ظهور ثاني في طيموشا ظهور صغير
دونك هادو هما اون جينيرال. وكان كان عمل واحد اخر كان مولعت بزاف عزيز. لا 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 مي جوست بور بور يعني ودير اول مره رمضان هذا اللي فات اول مره اللي قمت بعده اعمال يعني على على ضربه في رمضان يعني واحد. يعني بخيت كنت في كل القنوات نلقاوك ان بو بارتو. مش قال القنوات كنت في في شروق. لا وقلنا في شروق سيتي حول الناس. في التلفزيون العمومي كانت ليا مع تيموشا وكان عمل اخر ثاني والله نسيتو. وهم بابور لوح. بابور لوح مي سا سي اوت شوز. وي مي سي بابور لوح سي اون سي سي اوتر شوز اون بلاتفورم سور يارا. مراد شفناه في الشروق ديريكت. مراد العام هذا شغل كنت في الشروق في مشاعر. دونك كيفاش كيفاش كانت مراد ليكسبيريونس مشاعر دوزيام سيزون؟ مانيفيك باسكو نعرف ليكيب فوالا ليكيب ليكيب ارتستيك اللي هي الممثلين التقنيين اي تو دونك في في بوندون لا فابريكاسيون تاع مشاعر وان في في تونس كان عيط لي المنتج بور ان اوتر pour une autre matière, mm-hmm. pour vendre la matière quelque part, pour une destination d'une télé arabe. J'ai fait un teaser, et c'est moi qui ai vu le mokhraj Turki Gok. J'ai fait le teaser, et j'ai rentré au Zaïr, normal. Donc, l'âme pour mes chers, donc voilà, il m'a vu quelque part, il m'a appelé. J'ai rentré pour plusieurs raisons, voilà, parce que j'ai voulu dire que ça a l'air... il faut être maître de ses décisions. Oui. Ayatou li hnaya fi Alger fi 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 pendant les événements ta la préparation ta Ramadan, mais j'ai décidé de partir à Tunis. Parce que habit ndkhol fi une expérience ma ma le mokhraj bien sûr, techniquement mumkin rakom shiftou le mecha3 men nahya techniya, c'est-à-dire je voulais me démarquer autrement. par rapport pourtant ma عنديش ما كانتش عندي مساحه كبيره في 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 المسلسل مي جو فولي نجوز زي خلاف بارابور على واش خدمت من قبل فوالا سي سا ما تقدر في رايك انت تقدر تماركي لو بوين ميم ان بوتي رول ما يكونش بيان سور نقولوا يا با يا با ان بوتي يا ان غون رول يا ان بون يا يا اكزاكتو يا يا الموفي كوميديا سي 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 كوم سا لا غالب اي اوتي كاين بزاف فنانين تلقاه لا و لا بالي ايلي زعما اون جير با سا كارير دونك سي غار الفنانين اللي درك في هذا الوقت تلقاه يجير سا كارير يقول هذا العمل يجي عليا هذا العمل ما يجيش عليا يمكن لاسباب بوركوا با اون فادير ماليه بوركوا با لاسباب جو كوا شوفي شوفي ا مون افي ا مون افي ا مون افي انا نهضر على روحي جو كوا كيفو qu'il faut savoir gérer sa petite carrière. C'est ça. Bon, le mal, tu sais, on travaille pour gagner de l'argent, ça c'est clair. Mais ça veut dire, plus tu travailles, plus ça veut dire, il ne faut pas chuter. Eh oui, il y a une image à... Y a une image même à... dans la vie, ouais. On vit pour toujours escalader, pas pour chuter. C'est vrai. Ça veut dire, dans le travail, dans le travail, ça veut dire, peut-être tu sais ce qu'il dit, Aziz. Ça veut dire, même le cinéma aussi. Le cinéma, récemment, on a le film d'Héliopolis avec Jafar Qasem, qui a été déjà très donc, pourquoi je crois qu'il faut, à mon avis, je suis en train de me dire, il faut travailler avec les gagnants. Les gagnants, de l'autre côté. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, c'est ça. D'abord, je crois, Aziz. Ça, avant de commencer, Mourad, laissez-moi vous couper vos fils, avant de commencer à vous et de vous parler de l'Héliopolis. J'ai voulu vous présenter les chers et vous donner le wamda التشويقية لفيلم هيليوبوليس اللي كان من إنتاج وإخراج المنتج المتألق جعفر قاسم. نشوفوه نعود ونرجع باش نتحدث عليه مع أبطال الفيلم. اذا عاودنا رجعنا لكم مباشره بعد ديجا غيان كو دو فوار لا بوند انونس سا دون انفي نشوفو يا ربي وما تخلاش يا ربي زيد نفهمو شويه وتفهم كلش من لا بوند انونس فريمون سي ستان فيلم فريمون مانيفيك ليكيب كامل منك انت عزيز بوكروني لمراد لسهيله معلم لفضيل عسول فريمون شوف اون ايكيب اون ارمادا دي زاكتور خليني نقول اللي ماشي موالفين نشوفوا اون كومبليسيتي باغي ميم في لا تورني كي كانت لا بروجيكسيون هنا سور الجي ومن بعد
زافي فيغ بروموسيون بور لو بروجي تورني بروموسيونيل كوا فوالا تري بيان دونك رحتو ان بو باغتو في لي سال دو سينما كوا كو اكتويلمون دوكا كي نشوفو ان فيلم باغي اللي راهو ديجا تورني في لي سال دو سينما اي لي سال دو سينما سون فيرمي كيلي لا استراتيجي اللي راكم دايوغ طون ميو سي لي سال اوفيرت اللي راهم يديفيزو في الفيلم راهم كاينين سي ديجا تري بيان سي ديجا بامال فوالا Il y a plein de salles, enfin je dirais plein de salles, c'est-à-dire les salles fonctionnelles, les rames yani en fonction, rai jusqu'à un film, ou rami jusqu'à un film, même un film autre. Mais pour revenir, que le film Héliopolis, tu as cité le casting, les comédiens qui étaient magnifiques pour moi. Moi, je l'ai dit à maintes reprises, et je le dis parce que j'en suis convaincu, il y a un maqtana. بلي فينالمون كل واحد كان بطل في دوره يعني في القصه نتاعو دونك كنا تقريبا كل ابطال في الفيلم انا مش كان بطل واحد بطولة جماعية ولكن ولكن صح انه القصه تدور على لا فامي زناتي اكسيتيرا من سا سي شي اللي ربما هو اللي حل سي لي سوار زناتي هي اللي حلت المجال اننا نعرف ونتماشى مع الاحداث اللي كانت في الوقت هذاك اللي هي قبل فوالا احداث من هذه الاحداث اللي الا بروفوكي باش لو 845 لو فامو 845 لا 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 مارش دو ليسوار كوم اون دي اللي يعني كانت دار ضجه كبيره واستشهدوا يعني فيها تقريبا 45000 شهيد ومواطن جزائري دونك انا باش نعاود برك نرجع باللي هذا الفضل نظن باللي يولي المخرج لانه حتى المخرج عنده دور كبير اكيد في اختيار لي بروفيل شاك بروفيل وهذا كان صعيب يعني مع كل احترامي كل الممثلين الجزائريين ربما كان عندهم الحظ وجازوا في الكاستينغ ولكن هنا الانتيليجونس تعاود ترجع للمخرج كومون الى بي شوازير قال في البروفيل في لو تان في لا مانيير في الشخصيه في الكاريزما في يعني كيفاش اختار ولا ريوسي انه فضيل يكون في دور صادق مراد يكون في دور بشير سهيلة تكون في دور نجمه نصر الدين مثلا نصر الدين جودي اللي كان رائع انا بالنسبه لي كان متميز في الدور نتاعو يعني مع جماعه البي بي فري مهدي مهدي كذلك دونك ما نقدرش نقول باللي الكل هنا يولي يعني الانتيليجونس تاع جعفر لما كان يبريباري باش يختار حتى مهدي رمضاني عبد الحفيظ زورغان اللي كانوا يعني اثبتوا وجودهم يعني حتى لما نقولوا ان رول اللي ماشي كبير يا با كو لي عندك كو دي سيكونس بصح لي سيكونس هذوك تاسوريهم سي سا لو رول ومارك اوسي سا لا فيغوراسيون اوسي فوالا سا اون ايفيت دو بارلي سا دو تون تون على لي فيغوراسيون سا دير لي فيغوراسيون شفنا لو Je fais des figurations, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une expérience cinématographique ou la. Ça, c'était des moments, c'est-à-dire de. C'était des personnages vivants qui véhiculaient l'histoire, voilà. subhanallah. Mais les gens ont une touche. Ils étaient crédibles, c'est-à-dire, c'est ça. C'est la crédibilité dans le jeu, c'est-à-dire. C'est comme le Manchouf Nchahed, par exemple, certains figurants qui assistaient aux massacres, ou voilà. des titres de barque d'informations. Parce que vous savez que pendant le tournage, il n'y a pas eu de tir. Donc les tirs, les balles, donc les roues la post-prod. Ça a été inclusé plus tard. Il faut imaginer que avec le figurant, avec l'intelligence, comment il a pu ou il sut à quel moment le gars il tire et allait ou où il pêche. Ou yani ou tkoun d'une manière oui. très synchronisée. Donc il y a du boulot, il y a du travail oui. qui a été fait. Bien et avant, carrément. Bien avant. Pendant tout ça, pendant le tournage. Et c'est pas quelque chose parce qu'il y a ni balle blanc à blanc, ni les trucs de cartouche. Hein, donc les yani, bach, à l'aql, on fait semblant de se mettre à dans le ça, c'est la partie post-prod. C'est-à-dire, même que le mouchahed m'a la balouche,
Et ça serait bien de voilà. raconter un peu ces... C'est-à-dire, c'est la préparation. Oui. La préparation, un an de préparation. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire, nous avons préparé le film. C'est-à-dire, dans les départements, département de costume à Jean-Marc, le l'acting avec Hadj Ali Mennad, la lecture collective, تحضير المشاهد مع شفيق la mise en debout, comment dessiner les personnages, comment préparer déjà le c'est-à-dire chacun de nous, c'est-à-dire comment il chauffe la personnalité ou il fallait ما كل واحد مد له وقت باش يتقمص هذه الشخصيه. انا كان عندي un problème, c'est-à-dire c'est pas un problème mais c'est-à-dire le côté un peu athlétique comédien parce que لازم نمثل يعني الدور تاعي مع الحصان donc تركب العود وانت جامي ركبت العود ركبت شوي في صغري mais j'étais pas un bon cavalier mais il fallait prendre ce challenge aussi donc سمحوا لي نضرب شويه بهكذا ناخذ راحتك خذ راحتك فوالا سمحوا لي احنا ماذا بينا نقدر ميتي فوا لازم احنا باش نوصلوا لو ميساج صدر سيتي ان تشالنج سيتي معركه مع روحي صدر يفالي تاتر كريديبل Oui. لازم تكون الصوره صدر باسكو فوالا سي ليماج اللي تعبر اوسي سي الصوره اللي تعبر دونك سو كوتي ان بو بشير مع الحصان كومون اتر ان كافاليي اغاب دي زاني 40 كريديبل في 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 لو فيلاج نتاع اليوبوليس دونك سيتي فريمون مي سافا ما طحتيش في التورناج سي طيحني تروا بريز نو بوندون لو لي زيسي نو سيتي بارتي دورال بتطيح نو ما طاحش نو افون كي كنت هو طاح كي كان يجرب كي كنت نجرب فوالا بيان جور مي سيتي بيان سيتي نو سافا الحمد لله الحمد لله وكاين في لي كوليس اللي ما خبرش جعفر من الناس ما فهمتش نعاود نكرر ونقول ماذا بينا باسكو خرجت واحد لا فيديو ان بو بيزار قلت الكذبه هذيك نتاع 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 جو ميتريز ان بو لو شوفال Bah, c'était pas un mensonge dans un sens propre, dans un sens figuré. Donc, au niveau du casting, là, c'est bon, c'était moi, Bachir. Mais, c'est-à-dire, le mensonge, c'était. Parce qu'on va parler, est-ce que tu maîtrises un peu le cheval chevaux. Oui, mais bon, mais au fond de moi, il fallait prendre le risque de travailler avec le coach Taï pour être crédible pendant le tournage. C'est tout. D'accord. C'est tout. Mais j'ai réussi à une pierre de coup qui m'est roulée. Très bien. Oui. Voilà, c'est ça. On ne sait jamais. Kain aussi, je ne sais pas si le dor de la boule, le mouclin français. اللي كانوا يعني في واحد الروعه يعني كانوا في واحد يعني قمه الاداء نتاعهم نتاع سميت جيرفي ولا بازوم سيزار ولا تو الموند تو الموند لورون لو كومو سابيل اكاري نو لو فيو كومو سابيل برامي جاك سير جاك سير كي تي مانيفيك اوسي تاني سي بيان دو جوملي اون فا دير لي اكتور هكا الجيريين مع لي فرونسي تاني كاين حاجه اوسي من لي اكسبيريونس كاين حاجه يفو تاتر كونسيون دو لا شوز استاذ شوفي رانا نعالجو في قضيه تاريخيه دونك ميم لي فرونسي كي كانوا في البلاطو تورناج دونك كي زاريفي با ا سوبورتي ان تي بو استاذ لو كوتي ان بو كرويل دو لا غير دالجيري دونك سي سا سي افيك سا كانوا يخدموا افيك دي بريجوجي هيستوريك D'accord. Donc, on dirait, oui, mais tel ou il y a Jean-Laure, il dit, oh là là. Chanindia. C'est dans ce sens. Donc, il y avait un. Donc, j'imagine, mais c'est comme par exemple qu'un Français, il s'arrête, il dit, comme non, j'arrête, je me retire, ou là. Quand on va dire des petites. Non, des ils étaient très motivés. Non, ils étaient motivés, au contraire, parce que c'est des gens aussi engagés. D'ailleurs, même Jafar Bonaya, il l'a dit à chaque fois, à maintes reprises, sur les plateaux, les interviews, pendant qu'il faisait le casting à Paris, le centre culturel algérien, donc il a fait un casting, c'est-à-dire avec des Français, pour le choix d'acteur. Pour le choix d'acteur, et voilà. Et puis, chose qui est intéressante, et puis, les des Français qui faisaient faire la queue, pour faire le casting. يعني سا سي بليزير و لو شوا نتاع هاد الممثلين ولو البعض منهم كان ادى يعني ادوار في افلام جزائريه اخرى نقول على سبيل المثال لورون سيزار لورون سيزار ومام جاك سير لعبوا في فيلم تاع عمار سي فوديل لا عمار سي فوديل لعب لورون سيزار مي جو بار دو جاك سير لعب مع Comment il s'appelle le film
لو فيلم اللي لعب فيه رزاق لطفي مع سور سور لو بيرسوناج دو قنيفي 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 دونك ولو هادو ما كان عندهم تجربه داير هنا في يعني في الافلام الجزائريه لكن امنوا بالقصه امنوا بالسيناريو امنوا وناس اللي ربما حابين اوسي يشاركوا ولو يعني بصفه يعني كما نقول سيمبوليكمون يعني بصفه رمزيه للحادث من الاحداث اللي عاشت الجزائر في 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 فتره يعني في الفتره الاستعماريه او مش في الفتره الاستعماريه في الفتره التاريخيه نتاع الاحتلال الفرنسي وخاصه الفتره بين 40 وال 45 لانهم كانوا على بالهم كانوا يؤمنوا باللي هذه القضيه لا وهذا الفضل يرجع لهم ثاني يعني نشكرهم ثاني لكن ايضا ما نسوش عزيز انه الفضل يرجع للمخرج طبعا طبعا اللي كان ذكاء منه انه يروح فيغ لا فيكسيون ما راحش في فيلم تاريخي لانه باش تخدم فيلم تاريخي ان دوكيومونتير سي تري ديفيسيل تري ديفيسيل من مي كي تروح في لا فيكسيون ديجا تبان لا فيزيون تاع الرياليزاتور وتقدر تحط بزاف توظف بزاف امور فهذا في رايي الشخصي المتواضع ذكاء من المخرج وذكاء في توظيف كل ممثل في دور انا كي نشوف عزيز في دور القايد سي الدور تاعو ما نشوفش واحد اخر انا في مكانه مع احترامي لكل الممثلين كاين بزاف اللي عندهم كاريزما و لكن عزيز تشوفه دون لو رول انت كذلك في بشير نجمه سهيله معلم سي صح يعني على هذه اللي عاد الفضل يولي لجعفر انه في اختيار لو كاستينغ بعد ما تنساش باللي ضرب ست شهور ويدير لو كاستينغ مش مسار تاع سمانه ولا 10 ايام ست شهور يعني كي نتكلم على نفسي انا مثلا لما عيط لي جي في 3 فوا لو كاستينغ صدق لا بروميير فوا اوكي سي بون نعيطوا لك عزيز اون ريست اون كونتاكت على 20 جور ولا ما على باليش ولا ان موا ابخي يزيد يعاود يعيط لي لاسيستون جعفر يسحقك ارواح بور ان كاستينغ زدت ان دوزيام كاستينغ وانا على بالي يعني واحد يعني بحكم التجربه وكذا وكم جكوني كو جعفر الي تري ميتيكولو وهذا من حقه وهذا يعني ما ينقصش من لاخر كونترير راح يزيد له في الـ في الـ في الـ يعني في قيمه لو شوا نتاع يصدر سي كوم كالكان كي ا بور Et quand on a peur, c'est bien, c'est-à-dire on doit assurer. Oui. Et c'était la troisième fois, Belge, Khali Aziz, voilà, khlas, essaye, et c'était pas ok, yani, je ne fais pas. Et je ne savais même pas quel rôle. La gendarme. Bon, j'étais validé, mais sur quel rôle, je ne sais pas, mais à la Belge. Ok, il n'y a pas de problème. C'est après, بعد ما كمل يعني لا بريباراسيون تاع الكاستينغ وكذايا وبدا يحدد في الادوار تم اللي عيطوا لي وقالوا لي عزيز فوالا تشي شوازي في لو برومي رول دو فيلم لا فيريتي جيتي مي اتونسيون ماهيش مهمة مسؤولية كبيرة مسؤولية سهلة بلوس في الاجندا اسمح لي عزيز في الاجندا يافي دي Si vous permettez. Oui, sûr, je t'en prie. Donc, il y avait des grosses pointures du cinéma mondial aussi, il faut le dire. Hein, telles que. Oui. Il y avait Florent Aziz, il y avait Flag aussi, sur la liste. Il y avait des profils quand même, ça là. Des pointures. Bien sûr. Mais le verdict, il est tombé sur Aziz, voilà, pour. باسكو قرب للشخصيه فوالا. وي عزيز بكروني والف نشوفوه في الادوار هكا الصارمه الصعبه هذاك لون سيفير. وي واللي نشوفوه في الادوار. هذه ديتيكات فيها على بالك. انا بغيت انترفيوفي عزيز نخاف. نو. كونتخي على بالك جوستومون انا جوست سي سا سي كو جي اونفي اوسي دو شونجي ان بو في انا حبيت نطلب يعني بروشانمون يعني حتى الناس اللي ربما سانتيراس يعني يا دي جون كي سانتيراس يعني à moi pour d'autres profils, ah oui. d'autres rôles. Mais d'abord, je veux jouer le pauvre mesquine. Malheureux, je veux jouer l'SDR, je veux jouer après la réussite un petit peu, bon, je dis la réussite,
bah, je préfère toujours jouer le misérable, le sale, le voilà, le mesquin, le khamas et tout, tu vois. Oui. Ça fait toujours plaisir d'essayer beaucoup de choses. Mais ça vous chine qu'il y a un truc tani bien le dor nta Mqdad fi Heliopolis ou la l'adouar l'okhra, yani tani hna c'est un rôle de composition. C'est un rôle tout à fait le même انك تلعبي لو رول دو فيس دان قايد في اون بيريود بيان سونسيبل تري سونسيبل بيان ديتيرميني اي كالكان كي لا كي كونسيون دو لا كيسيون بوليتيك دو ليبوك صادير اي لي كونسيون سي با كالكان اي ني با بيت سي كالكان كي تري انتيليجون سا غولاسيون افيك سون بيس اللي حب حب يعني ربما يقول باللي لو فيس تاعو يعني انديريكتومون انت انا بعثتك باش تقرا باش تجيب الباك باش باش تافونسي دون 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 لي زيتود وتصبح يعني تكون عندك لو ميم ستاتو كو لو فرونسي حتى ولو الجيريان حتى هو يعني نشوفوه في مش في بعض الاحيان نشوفوه باللي انسان يعني الند في الند مع لو كولون وي سون فوتي انت كولون راك في بلادي وانا ثاني عندي عندي تو ريبريزونت انا عندي لاخور جو ريبريزونت لي مسلمون وانا عندي جدودي اللي مخلين اللي بروبريتير اوسي دو سا بروبر سي بروبر بيان اللي حب يحافظ عليهم وي يعني يفي تو باش بور لي بروتيجي دونك جو بونس كو هذا النوع من الادوار ولا هذا النوع من الاخر ربما ما شفناهوش بزاف في الافلام يعني اللي تناول هاد الفتره التاريخيه ما شفناهوش بزاف في دونك جو بونس كو اوسي رول يعني لي كومبليتوم سي ديفيرون كو صح كو لي زوتر رول يما نفس تلعبهم انا نقطع لك كلامك بالعسل لانه مشاهدينا الكرام نقول لكم نروحوا في فاصل شهري صغير ولا نعود بعد ذلك غاستي برونشي عاود نرجعنا لكم من جديد مشاهدينا بعد هذا الفصل الاشهاري ومازلنا متواصلين مع اكيد الضيوف تاعنا اللي راهم منورين البلاطو تاعنا تاع نهار اليوم انا وزميلتي زهراء انا فرحانين بهم وي وي انا تري كونتون اليوم اكزاكتومون ميم دو كادرت ان تي لايف بزاف لي كومونتير بزاف راهم يتفرجوا فينا دونك احنا انا فرحانين بكم يعيشك ميرسي بوكو انا لابيتيد احنا نشكروا لي زانفيتي تاع شغل عزيز بدا يشكر فينا شغل من باب المجامله شفنا كامل بعد 30 عمر ياسر دونك نكملوا في الحوار تاعنا الشيق كنا هضرنا على هيليوبوليس على الكاستينغ على كيفيه اختيار الممثلين اللي كانت بامتياز من طرف المخرج جعفر قاسم اللي كان ذكي هضرنا على الذكاء تاعو هضرنا على بزاف امور بصح انا ما حبيتش نخبي عليكم دوك نعطيها لكم باش ما نخليها لكمش مفاجاه خلال هيليوبوليس احتكيتوا بالكثير من الممثلين الاجانب واليوم انا راني موجد لكم مفاجاه من خلال فقرة زوم تايم ومن خلال السكايب اللي دائما يكونوا معنا من خلاله ممثلين ولا ناس من خارج الوطن اليوم راني جبت لكم لورون غارنيغو معنا دوك شويه هكذا يكون معنا في لو لايف اون فا ديسكوتي افيك لوي قبل لورون انا كان حصل لي شرف اني خدمت مع سور دو عشيق العشيق وسي اللي كان الفيلم اللي كان عرض في مهرجان الوطني الفيلم العربي فيلم عربي وكان شارك في مهرجانات الدوليه كذلك العشيق لورون دونك اوسي سي كيكان وكانت عندي تجربه معه في العشيق ومن بعد نعاود نتلاقينا في ليوبوليس تفضلي انا شتكت نهاتي هذيك صراحه تبوزي كيستيون وي اكزاكتومون دونك اون ا بيان بارلي دو هيليوبوليس جو بونس بدينا الحق بوكوا با نعاودو نرجعو سي سوجي مي دابيا نحكيو على اعمال تاعكم اخرى اللي كانت في رمضان ولقات تجاوب كبير مع الجمهور الجزائري كي نقول لك ان اليوم كو سوا معك عزيز ولا مع جمال مراد مراد اللي سماته جمال وي مع مراد دونك كي نقول لك شكون هو العمل اللي يمكن كنتي فيه فريمون اليز وشفتي بلي هذيك الشخصيه اللي خدمتيها طيح فريمون على عزيز تري ديفيسيل شوف نقول لك عندي 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 اعمال كثيره يعني في خاصه في التلفزيون وعندي اعمال كذلك في السينما اللي ربما الجمهور ما كانش عنده حظ انه يكتشفني فيها يعني لانه الجمهور اللي نعزه ونحترمه يعني كان شاهدني بزاف على الشاشات التلفزيون وفي اعمال دراميه ولا ماشي اللي ربما الج
الجمهور ما يعرفوش انا جو سي ان اونفون دو تياتر. انا خريج المسرح. انا بدايتي وانا صغير جوان سيتي المسرح، هذه هي بدايتي الاولى. سيتي على 19 هكذا 16 17 اونيتي دون اون تروب على ليبوك. 19 نحكي لك على اول عمل. اول عمل سيتي 19 اللي كان عمل يعني كيما نقول لك، وكنت كنا يعني في الوقت هذاك شاركنا في On faisait beaucoup de tournées avec beaucoup de pièces de théâtre qu'on montait à l'époque, etc. Bon. Alors, qui m'aime bad, ben, je, le tahak de télévision. Ou en télévision, je savais que j'avais un peu de coïncidence. Enfin. صدفة. ما على باليش اذا كان باب صدفة ولا كان هكذا اختيار. علاش؟ لاني في في مسيرتي يعني في التلفزيون في الاول جو بارلا في لي برومي طون ما كنتش طرو شو باش نكون باش نكون هكذا على شاشه التلفزيون ولفتي تياتر كلاسيك ما كنتش تي با شو سي با لا سويت لانه كانت بدايتي يعني اول بدايه يعني في عمل درامي يعني جد سيتي في القلاده مع بهيا مش بهي رشدي مع المخرجة باين هاشمي باين هاشمي اللي كان لي حظ اللي أول مرة يعني شارك في مسلسل درامي سيتي في القيادة واكتشفتك من خشبة المسرح في 2000 يعني ما عندهاش بزاف في 2007 نظن داكور 2007 كانت عندي مشاركات خفيفة صغيرة ولكن أول دور مهم هو كان في القيادة من تم كانت الانطلاقة يعني لي ريزاتور اي مون فيو سي ا بارتير دو لا وين شافوا ان بروفيل ان بو امبورطون انتريسون كان اللي كانوا على بالهم باللي كنت ممثل في المسرح وكان اللي ما كانش على بالهم باللي انا كنت خي كاين صدر يا دوتر فاكتور وسي عزيز صدر لا برودكسيون تيلي على ليبوك تو سي كان واحد الجو واحد الكليما بكري هو بلوس ميم بارابور على على c'est-à-dire dans les scénarios, tu vois, donc il y avait une génération qui véhiculait le l'époque, elle est importante aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après Sotfa, c'est Sotfa qui voilà qui déplace Oui, oui, oui. Non, mais ce qui pour Sotfa parce que ma coach, je le dis, ma coach n'était pas chaud, mais si une scène, les canis, on en donne les aïe momentel, flouhtada, kula, flouhtada, ou la fait kula oukad. اي ممثل يعني في المسرح ولا انه يتمنى يكون خاصه اليوم ولكن في الوقت هذاك انا بالك ما نقولش الوحيد ولكن من بين الناس اللي ما كانش عندهم ميول كبير هكذا. جيتي ترو اتاشي ترو اتاشي للمسرح كنت بالنسبه لي يعني لا سان بور ما سيتي كيك شوز دو لو تياتر سي ماجيك سي حاجه يعني تسحرك تعطيك واحد لانه حتى في الاعمال المسرحيه اللي كنا نقدموها وانا نعتبر باللي في كل عرض ماهوش كيما العرض اللي يكون يعني جامي جامي لو سبيكتاك فيني وجامي لو سبيكتاك اي لو ميم دونك سي بور سا كو هاد التجربه هادي خلاتك انك تمرن وتعرف ومشاركتك في المهرجانات مشاركتك يعني حتى خارج لحقت عليك في لحقت عليك في المسرح الوطني في الكوستيم بلون الكوستيم بلون مع الله يرحمه حميد رماس حميد رماس حميد رماس الله يرحمه الور كو لو كوستيم بلون يعني يونان با يونان دوزيام فيرسيون دوزيام فيرسيون كو لو كوستيم بلون انايا شفته اون 86 كنت جيتي جون دون اون تروب دو تياتر باسكو لو كوستيم بلون طلع اون 86 مع المسرح الوطني وحميد رماس اللي من بعد هو اللي عاود طلع العمل كان ممثل في لا فيرسيون الاولى تاع ستوفاني وانا كنت راح تفرج جيتي لو رول دو فلاك سي سا جيتي لو رول دو فلاك فوالا على ليبوك يافي فلاك يافي حميد رماس بن قطاف لا مش بن قطاف باردون اسمها دليله حليلو سيساني الله يرحمه كبار الممثلين يعني زاهر بوزرار مصطفى عياد اسماء ثقيله هذه الارماده هذه هي اللي شكلت مسرحيه لو كوستيم بلون باسكو هي سيت اون ادابتاسيون دون بيس امريكان يعني براد بيري اللي طلعها ليبوك عزيز عرايبيه
اللي عزيز عربيه كي ميتيروسان كي على ليبوك كي في صديق كان عايش في فرنسا وجاب الفكره وجاب المسرحيه سي فلاك يا بروبوزي باش تطلع في ليبوك هذيك باش تطلع في المسرح الوطني ودات رواج كبير. انا كي يحكي عزيز هكذا ويحكي على المسرح والانطلاقات تاعو تاع المسرح تغيضك انه ناس ما كانش اللي تعرف عزيز في المسرح وعرفوه من خلال التلفزيون، كذلك مراد كاين اللي عرفوه من خلال التلفزيون وما عرفوش من خلال المسرح لانه مراد كذلك بين خريجين المسرح. ومراد خليني نهضر لك انا ديريكتومون على ديفورس سون مارياج. ديفورس سون مارياج سي اون اكسبيريونس دايور جو في ان كلان دوي صدر الوالد بوشباح كونترول. إذا كان تقدروا تعطيونا الصورة باش نزيدوا نهضروا عليها بأكثر تفاصيل، لأنه بين المسرحيات اللي درتوا بها دي تورني يعني تورني شحال أكثر من 250 ولا 200 اون ديباسي لي 200 سبيكتاكل في فرنسا وكندا وكمام سي نورم فوالا لا مزاحم. كونترول الكونترول راهم يخلطوا يجيبوا لي في يجيبوا لي في نهضروا على مارياج ديفورس مارياج ديفورس مارياج ديفورس مارياج فوالا سي سي ان تكست دو فودي العسول مراد فاروق الطاجين لو ميوزيسيان. دونك هذا سبيكتاكل اللي الى في الى في 3 فوا اديسيون افينيون افينيون دونك المسرح العالمي مهرجان صدر كي راسومبل لي غوس بوينتور دو تياتر مونديال. دونك on avait le pinch de prendre le صدر سي كوراج aussi سي ان كوراج كبير بيان سور صدر باش تروح تشارك في 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 افينيون. دونك il fallait déjà assurer le théâtre تخلص تياتر من جيبك سي سا سي با سما تخلص تياتر راجل تاع افينيون تياتر سما تشري تياتر. ولما نتحدثوا على المسرحيه نتحدثوا على لو ميتير اون سين وليد بوشباح. وليد بوشباح الى صدر الى بروفي سي تالون سواء في التياتر سواء في الاخراج التلفزيوني ولا في الاخراج السينمائي سينمائي سي الى د لافونير الى د لافونير ان شاء الله. دونك سي ديماركي اوسي العام هذا بالماينا لا سيري لا سيري ماينا كي فا سورتير بيانتو ان شاء الله اون كولابوراسيون مع لو سي ا دي سي ان شاء الله. باسكو وليد سي كالكان كي برون لو تون سواء في ليكريتور سواء في دونك كي برون لو تون ماشي مزروب ولا تي وا. دونك وليد سي وانا سي اون ديكوفيرت بور موا فرونشمون صغير عليا شويه مي صادر الى واحد ليماجيناسيون دي ريفليكسيون دي ان ريغار اوسي صادر تري جوست صادر في الميتي تاعو سي با كالكان دو كي باكل كي سي كالكان دو بوزي فريمون فوالا. كان فيه تعامل كذلك مع الكثير من المخرجين الاجانب خاصة الاحتكاك مع المخرجين الاجانب اللي خلي لك فرصة انه تكتشف امور اخرى في المسرح، لانه المسرح في الجزائر وفي فرنسا وفي المانيا يختلف بيان سور تقدر تدي دي اكسبيريونس جدد بيان سور. ثاني فيو كي يشوفوا لو ريبرتوار نتاعك نلقاوك بلي تعاملتي بزاف مع كبار المخرجين. اسكو ان بوجور كون يعيط لك مخرج نقولوا مبتدئ ولا مخرج بالك ما عندوش ان غران ريبرتوار اسكو مراد يقبل يتعامل معاه؟ شوفي نقول لك حاجه صادر بارلون دو وليد بوشباح وليد في صادر في بارتي دو لاكاديمي دو لينا دي سي اللي اسمها حاليا. دونك صادر سي كالكان كي سي فورجي ديجا كي سي فورجي ترافايي كوم اسيستون ريزاتور دونك الى اكي ديجا ليكسبيريونس الى كومبري الى فولي سرق صادر دي تروك الى ترافايي مع 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 دي فرونسي. دونك الى كونت اون كوتوا افيك لي جون tu vas apprendre quelque chose. Oui, donc, c'est vrai. Mais, c'est-à-dire, le début, c'est-à-dire la première tentative, si elle est bien réfléchie, si elle est bien faite, si elle est bien posée, dans un sens juste, bah, je dis pas non. Hein, je dis pas non. Donc, Anna aussi, j'ai le sens de l'analyse aussi. Donc, Walid, ma Walid Bouchbah, ma machine a fait une aventure, à la banache, est-ce que nous avons est-ce que mais ce qui est bien, c'est. حسيت بلي سي كالكان كي صادر كي فوا لوان فوالا ما يشوفش على النيفو ولا دونك اون افي بلوس دو 200 سبيكتاكل ان فرانس ان بلوس في 2016
في مهرجان افينيون لو كود كور تاع 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 التظاهره parmi 1416 سبيكتاكل سي تو لو سبيكتاكل دو وليد بوشباح دونك سي انورم كوم ميم وي بيان سور فوالا سي سا بيان سور اللي هي تري بيان دونك تري بون ريبونس دونك ياسر راح مع بعضنا ديريكتومون زوم تايم الانفيتي تاعك راهو واجد معنا الانفيتي تاعنا وتاع قناه الشروق وتاع كوفي تايم تاع عزيز او معنا اذن مباشره من بعد هذا الجينجر نقولوا مع بعض اذا مشاهدينا رانا في فقره الزوم تايم الان حاليا وراح يكون معنا مباشره من فرنسا لورون غيرنيغور نقول له بونسوار بونسوار زالي بيان صحيتو صافا بيان عجبتني صافا تري بيان شوف عجبتني صحيتو 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 لا 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 كي لورون تا في بليزير اي وي avec nous aujourd'hui au plateau, Aziz Boukrouni et Mourad Oujit, les amis. Ah, ben c'est quand même. Ça vous fait quoi de les revoir après Ça fait combien de temps que vous êtes là Après, depuis 2010. Deux ans, trois ans de ça presque. Ça fait trois ans que vous vous êtes là. Non, même pas deux ans. Ça fait la pandémie. Ça fait la pandémie. Ça fait la pandémie, voilà. Oui. La pandémie, elle nous a eu. Elle nous a eu. Alors, on a discuté, Laurent, de Héliopolis et de, des acteurs, de choix d'acteurs. Oui. On a parlé beaucoup de ça. Racontez-nous un peu, kifash aicht hadik l'expérience avec l'équipe de Héliopolis. Ah, excellent, excellent. C'était super. Alors, je dois expliquer d'abord que Berthou Fitzaïr, donc pour moi c'était très important d'être dans ce film d'ailleurs en particulier, j'avais déjà contacté Jafar Gassem des années auparavant parce qu'il a travaillé depuis longtemps sur ce scénario, il avait fait un premier scénario, un deuxième, un troisième et je l'avais rencontré, je lui avais dit moi 8 mai 45 vraiment je veux être là-dedans, ça m'intéresse parce que j'ai grandi en Algérie, j'avais tourné dans Abana, j'ai monté la question d'Henri Alleg. Je me suis posé beaucoup de questions sur ces périodes-là, sur ce qu'est-ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi elle a tellement de conséquences aujourd'hui? Et pourquoi on n'en a pas assez parlé aussi? Et j'ai trouvé génial, donc je parle un peu de tout en même temps, hein. Oui, oui, allez. J'ai trouvé génial la dernière version, donc celle que vous avez, le film qui a été réalisé par Jafar, parce qu'il a réussi à mettre en scène une famille. Oui. Une histoire oui, qui compte beaucoup de gens, il a réussi à la rendre à travers une famille. Il a réussi à donner beaucoup de personnages différents, y compris des colons qui font des actes horribles, vraiment horribles, là, on le sait, c'est 8 mai 45. Mais en même temps, il explique qu'à la base, ce n'est pas forcément des gens horribles, mais c'est leurs actes qui sont horribles. Ça, par contre, c'est important. Oui. Et moi, personnellement, j'étais très surpris au début quand il m'a proposé le personnage, parce que les autres acteurs français qui ne connaissent pas l'Algérie, ils jouaient les pieds noirs. Ouenaya, Medzel, Asima, etc. Il me dit, toi, tu vas jouer le français qui vient, voilà, t'es français, tu connais pas très bien, mais t'es un ami des Algériens, par contre. Voilà. Très bien. Et ça m'a touché, et quand j'ai su que c'était Aziz, dont j'allais être l'ami, alors là, c'était... bah voilà, je lui dis merci, quoi, parce que... on va se régaler, quoi. Bah, ça, moi aussi, Laurent, moi aussi. On va se régaler, y a pas de souci. Moi aussi, parce voilà, qu'on avait déjà partagé le... un plateau ensemble sur le film L'Achir de Amar Sifoudil. Oui, ouais, j'avais l'impression donc, de continuer l'enquête. Voilà, donc c'est ça. Parce que sur L'Achir, je le suivais un peu, Aziz. Je le suivais, tout ça. À chaque fois, il me voyait arriver. Là, j'ai dit, tu suis encore dans les films, je te suis, attention. Hein. Ouais. Attention, Aziz. Ouais. Donc, tu es surveillé par non, mais par contre c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à Héliopolis. Mais là, tu as cité, finalement, c'est-à-dire, c'est pas d'accuser, comment tu as dit, par rapport à les colons. Bah, à les oui, colons. Pas l'homme, mais l'acte. Mais l'acte. L'acte qui était fait par l'homme. Donc, pour juste revenir, de dire, mais finalement, c'est, Jafar a parlé d'une histoire humaine. Exactement. Donc, c'est ça. Exactement. C'est ça ce qui a donné peut-être la force. C'est très important, c'est l'effet. Ce qui a donné la force à ce scénario.
Laurent, je voudrais vous poser une question, si vous permettez. Oui. Vu que vous êtes français et vous avez tourné un film historique algérien, et vous n'avez pas eu peur ou vous ne vous êtes pas dit que je cours un risque ou je vais parler de la France, vu que je sais que la France est un pays qui a une liberté d'expression assez, on va dire, libre. Donc, comment est-ce que vous avez couru ce risque, s'il vous plaît? Ah non, j'ai pas vu ça comme un risque. Oui. Non, j'ai vu ça comme une chance. Réponse diplomate. Je comprends la question, hein. Je comprends parce que je connais la question parce que moi je devais l'expliquer aux autres comédiens français, par exemple, qui n'étaient jamais venus en Algérie. Oui. Mm-hmm. Je leur disais, mais non, il n'y a pas, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ils n'ont pas été déçus. Ils n'ont pas été déçus. Mm-hmm. Non, moi je ne l'ai pas vu comme un. Pour moi. J'ai passé le cap du risque et tout ça. J'ai tourné dans Zabana, j'ai joué le bourreau. Quand même, dans Zabana. Le bourreau, rien. Je me suis, à cette époque-là, et j'avais vu, d'abord, je n'avais pas compris pourquoi il m'avait pris moi. Et je me suis posé la question après. J'ai dit non, mais en fait, il a eu raison. Il prend Monsieur Tout-le-Monde, qui est un bourreau. Et ce n'est pas bête. Et là, c'est un peu le même principe. C'est des êtres humains. Et je trouve que c'est très important que des Français viennent jouer cette histoire. Parce que c'est l'histoire de France aussi. C'est l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de France. On ne peut pas, en France, ne pas parler de B45. Bah oui. C'est la France qui a fait ça. Elle doit, même les Français, par rapport aux Français, doivent réfléchir là-dessus. C'est très important. Donc, moi, en tant que Français, il n'y a aucun problème. En tant qu'Algérois, il n'y a que du plaisir. Bah, merci. En tant que Polonais, j'ai un regard distancié. Je suis Polonais par ma mère, donc j'ai un regard distancié aussi. Ça me donne un troisième angle, quoi. Très bien. C'est pas mal aussi. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça fait... et en plus, avec des rencontres, Mourad, c'est la première fois qu'on tournait ensemble, c'était génial. Bah, on a été sur Zabana aussi. On a été sur Zabana. Ah, mais oui. Mais oui, tu as raison. Vous avez oublié, on a été sur la HR aussi. On a été sur la HR aussi. Oui, la HR, mais on n'avait pas laissé. C'est parce c'est vrai qu'on était... C'est-à-dire les séquences, ensemble. Voilà. Parce que donc, la rencontre amicale, elle est là. Elle est sur Heliopolis. C'est pour ça, Mourad. Voilà. D'accord. Ouais. Mais Laurent, écoute. Parlez-nous un peu de, en arabe, Kbert Fedzaïr, ou tu parles en arabe, il parle arabe un petit peu. Ou les télémli. Moucherak. Mais j'aime le télémli, hein. انا ميت على بس بالكور بالكور ومن بعد كوبا finalement les sources ah bah on est à Cuba on est à Cuba actuellement de Cuba on vous parle de Cuba de Cuba on est juste à côté de chez toi. Faut que je revienne, hein. Faut que je revienne Maakoum. Marche bébé, qu'on a toujours l'honneur de vous recevoir. Marhaba Laurent. Tout à l'heure, vous parliez de Walid Bouchebah. Oui. On s'était connus sur El Achik. Je devais être sur Maïna. Bon, il y a la situation. Mais oui, je valide. Il fait un très bon travail. Il était assistant. Et d'ailleurs, ce dont je suis très heureux, d'abord, je suis très heureux qu'Héliopolis ait été programmé dans 12 wilayas, qu'il soit vu par le public algérien. 18 wilayas, plus de 12 wilayas. Ouais. Mm-hmm. 18 wilayas, Laurent. Encore mieux, avec l'Achik et tout. Et je suis très content de ce qui se passe dans le cinéma algérien. J'ai vu Abou Leïla de Amin Sidi Boumediene, j'ai vu... Ouais, il se passe quelque chose, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de belles qu'est-ce choses. Qu'est-ce que ça fait de ne pas être avec l'équipe ici, en tournée, pour la promotion du film? Ah, ça c'est chaud, hein. C'est chaud. Vous savez que j'ai même pas vu le film encore. Mazel, Mazel la chouftouche. Ah bon? Et j'ai confiance. J'ai confiance dans votre travail. J'ai confiance. Vous m'avez dit que c'était bien, j'ai confiance, mais j'ai hâte. J'espère, je pense, ça va s'organiser, qu'il y aura au moins une projection ici, voire peut-être mais ça serait bien. On l'espère. Une sortie, ce serait très bien, ça serait très bien. Mais parce que la France a besoin du regard algérien aussi. Exactement. Bien sûr. Ah ben alors, on a besoin pour partager des regards. Donc, moi, je suis dans une intersection comme ça, mais je pense que je vis en France, je vois ce qui se passe. La France a besoin aussi du regard algérien, c'est important pour tout le monde. Jacques Serre, il dirait la même chose, je pense. Tout à fait. Je ne vais pas parler à sa place. Mais Alexis aussi, César, voilà. Ils ont ressenti ça à travers le film. Peggy aussi, votre femme. Peggy, encore plus. Ouais. Ouais.
Non, mais quelle équipe, ouais. Quelle belle équipe. Ouais. Quelle belle équipe. Non, c'était une très belle aventure, Laurent. Il y a toute l'équipe derrière qui est magnifique. Ouais. Mm-hmm. Ah bah ça fait un grand plaisir de voir ça sur le cinéma algérien. Et pour ne pas tarder, Laurent, je sais que vous êtes en pleine préparation d'une pièce théâtrale. Je sais pas. Oui. Et aussi qu'on sent que vous avez beaucoup à dire sur le sujet des Léopolis, surtout en ce qui concerne Aziz et Mourad. Ben, on aurait bien aimé vous entendre encore un peu plus, mais là on peut pas. Il y a le temps qui nous presse un peu vu qu'on a une publicité à lancer. C'est un honneur et un plaisir de vous interviewer aujourd'hui. Tfaddal, n'am, pardon. J'espère que la prochaine fois. Avec plaisir, avec un grand plaisir. Tu sais, Laurent, avant qu'on se quitte, il y a une de tes répliques qui est en train de faire le tour, surtout ici à Alger. Fuyez. Voilà. Ça a été un grand plaisir, Laurent. Merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt. Merci à vous. Allez, un merci. Grand merci. Merci. Au revoir, Laurent. Le bonjour à nos amis aussi. Et pareillement, hein, tout matin. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Merci. إذن كان معنا لورون غيرنيغور من فرنسا، واحد من الممثلين البارعين والمتميزين. إلى ذلك الحين مشاهدينا نروح إلى الآن إلى فصل إشهاري، نعود اليوم. عودنا رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفصل الإشهاري القصير، ومازلنا متواصلين بعد فقرة زوم تايم. وكان لنا الشرف أنه حاورنا لورون اللي كان متواجد معنا، وبالرغم من أنه عنده التزامات وعنده ارتباطات وراهم يحضروا في اون بياس تياترال، مي فريمون خصصنا 10 دقائق ولا 4 ساعات، صافي ان كرون بليزير ديجا. كيما مراد جبتو ديريكت من التيامة، راهم اون بلان ريبيتيسيون، بصح لازم تحدية جابكم، هاي فريمون إضافة كبيرة لينا، والبروغرام ميم لو بوبليك تاعكم توحشكم. أنا لابيتود نشوفوا لي زاكتور اللي نحبوهم حنا غير في رمضان، دونك صافي بليزير دي فواغ هكا على العام. ومادا بينا نشوفوكم على العام يكون الخدمة هذه هضرناها بليزيوغ فوا في البلاطو، كيكونوا معنا دي زاكتور لا دي برودكتور لا دي رياليزاتور، ماذا بينا خدمه تكون على العام مستقبل وكور دو لاني، نشوفوا خدمات دي فويتون دي فيلم بوركوا با، ولا دوك كي يعاود يروح لو كوفيد نشوفوا لي بياس تياترال بارتو، بلا ما نهضروا على لو فيستيفال با فريمون الفيستيفال، نشوفوا دي بياس يتبروغراما وهذا بالك الشيء هذا لو كان يعني يصرى يكون في كل قناه ولا في التلفزيون ولا اعمال سينمائيه، هذا راح يسمح لكثير من الناس انها تخدم. صح. يعني ما ماشي محده اونيكمون دون اون بيريود اللي هي رمضان ولا يعني دي زوكازيون اكسيتيرا. دونك السيدي كان على العام كاين انتاج متواصل يعني دو مانيير كوتيديان على تجميع كل قناه افلام سينمائيه، يعني تقريبا اليوم يعني شي يؤسف له لما نسمع باللي الجزائر مازال ما قدرناش نديروا ثلاث افلام طويله في العام، يعني شي على الكو عندنا جيراننا اليوم راه يتكلموا ب 20 ب 20 لون ميتراج، يعني 20 فيلم طويل سينما اكثر من 20 ولا 25 او حتى 30 كور ميتراج. القناه التلفزيونيه يعني في مداومه يعني مستمره على العام، يعني اذا كان لماذا نركز على لي فويتون، كاين سكون ابل لي تيلي فيلم. انا هذا واش كنت نقول يعني لك، علاه نسبرز على لي سال دو سينما الوغ كو حنا كامل على بالنا بلي لي سال دو سينما عندهم عزوف في الجزائر، بوكوا با لي ديفيزي على ليكرون، علاه ماشي القنوات تكون كاين دي كولابوراسيون مع المنتجين وون ديفيز با الخدمه تاعنا في لا تيلي، في كل الجمهور اغلبيه الجمهور يتفرج لا تيلي ما يروحوش لا سال دو سينما للاسف الشديد. ما تنساش بلي لا ماجي دو كونت اكرون وي بيان سور، مي سا ريست السينما عنده لو شارم تاعو عنده لو بليزير تاعو، بصح ثقافة السينما في الجزائر سي فري كو ابخي اوسي صادر يفو لو دير اوسي صادر المراحل اللي جزنا عليها اوسي بالاك على تاع البلاد، الحمد لله نقولوا سافا الحمد لله اون ايت اون تران دو ديفولوي صادر دو
رانا في في صدر يان بون كليما الحمد لله سوف كو صدر يفو كليتا ان بو اوسي صدر على باس يان بروجي ديتا اوسي لا كولتور الجيريان في السينما في التياتر في التلفزيون في البينتور لو ليفر سكولتور تو سا دونك سا فا جيسبر كو فوالا ان شاء الله ان شاء الله رانا سور لو بون شيما ان شاء الله فوالا ابخي صح البوبليك هرب من من السينما مي في في صدر في هيليوبوليس بوندون لا تورني بروموسيونيل دو فيلم On a senti un retour. Ça fait plaisir. Un retour vraiment chaleureux et convivial. Quand tu n'as pas le droit de dire que le Covid, mais tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas le droit. Non, je suis Yasser. Quelle est l'anecdote de la voix? Notamment avant d'arriver l'anecdote. Je suis dit que nous avons dit que le public. هجر قاعة السينما لكن كاين هذا واقع واقع ما نقدرش نهرب عليه ولكن انا نقول باللي البوبليك ما هجرش القاعة السينما هجر ربما ما يعرض في قناة في 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 صار دو كو لو بوبليك ينا جامي كيتي ولا ينا جامي فوي لي سال ولا ينا جامي فوي بوسيبل بوتيتر لي بون برودكسيون يعطيك الصحة اي لا بروف رانا شاهدناها في هيليوبوليس مش هذا لان هيليوبوليس حنا شاركنا فيه وكذا حتى اذا كنت انا ما كنتش يعني ما كنتش يعني من من يعني من الستاف يعني نتاع هيليوبوليس وكنت خارج هذا نتكلم نفس الكلام نتكلم نفس الكلام اذا اليوم علينا اننا نشوف اللي لابد علينا افلام اللي تتكلم الببليك يعني لازم دو بون سيناريو صاب كل الببليك يحب تخاطبه اليوم في هيليوبوليس عرف اللي راح يخاطبوا اي بوليس راه يخاطب في الجمهور والجمهور هذا راه يتوافد له لانه خاطب الجمهور تاع لا سيونس تاع الوحده وزاد دخلوا جمهور واحد اخر تاع ثلاثه وزاد دخلوا تاع لي جون يغوفيان تاع غدوه وتاع غير غدوه وتاع مور غير غدوه دوبي لو 20 مي الى يومنا هذا وشفنا يعني كما شفنا في وهران كما شفنا في قسنطينة في قسنطينة يعني في الزينيت تصوري يعني فريمون تصوري بدينا يعني الرحله يا فار الرحله لا تورني بروموسيونال بديناها من مدينه الغوار والله العظيم يعني صدقوني يعني لاصال لما دخلنا عرفتكم باللي لاصال لو فيلم كان راح يبدا ماشي يبدا اللي بروغرامي ا 20 اور ا 7 اور موان كار لاصال مغلوقه يعني كومبلي يعني انت تتخيلي انه هذا الجمهور اللي يعني ربما اللي من السبعة غير ربع هو قاعد في القاعة ويسنى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في يعني في الـ في السطاف ويسنى في الفيلم يعرض على الثمانية صاصي عزيز نقطعها لك بالعسل برك لأنه الآن حاليا سيرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر على الجزائر العاصمة وضواحيها فننصت إلى صوت الحق حان الآن تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا هكذا حتى للخمسة غير عشرة مع الضيوف تاعنا المتميزين. هضرنا على بزاف صوالح. دوكا رايحين حابين نجبد منهم شوية حصريات. حابين عزيز خدمت مع الكثير من المخرجين الجزائريين في الكثير من الأعمال سواء السينما ولا في التلفزيون. راح نعطيك ثلاث أسماء تاع مخرجين. تشوفهم على الصورة. جعفر قاسم هيا كونترول وي جعفر قاسم عاود جعفر قاسم سيل فو بلي هو الاول عندنا نسيم بومعيزه نزيد لك يحيى مزاحم با على بالي بلي دوك هو كاين نسيين ما على باليش وصاري شغل رانا نشوفه في الاذان مازلنا في الاذان مازال ما خلصش فوالا تخي بيان دونك جعفر قاسم جعفر قاسم انا بالنسبه لي بين المخرجين المميزين اذا ما نقولش باللي من يعني في الاعوام هذه اللي يعني الاخيره من سلمية من احسن المخرجين دوبي خاصه ليكسبيرونس تاعو في لو ميتراج باسكو ما ننساش باللي جعفر قاسم هيليوبوليس هو اول عمل فيلم روائي طويل اللي قوم به و جو بونس كي لا ريوسي ستارجي اوسي لو وراه مرشح في مهرجانات دوليه ان شاء الله حسب الاصداء حسب الاصداء احنا ثاني كيما راك تقول حسب الاصداء رانا يقولوا باللي راهو مرشح في بزاف مهرجانات
مي في لا بانديمي هذه اللي راهي صايره مازال ما على بالناش انا بيرسونالمون جو سي با لا بروسيدور كيفاش ولا كومون اي با اتر مي سيغتانمون إلي بروبوزي سيغ با مال دو فيستيفال صح نروحو دوكا نسيم بومعيزة نسيم بومعيزة بين المخرجين الشباب اللي فرضوا نفسهم في الساحه الان وفرض نفسه سام بومعيزة فرض نفسه سي تامبوزي حتى هو من 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 المخرجين لاول مره يقوم بعمل مسلسل تلفزيوني لانه هو كان دار دي سيري دار ولكن دي فوتو هي اول تجربه تاعو في ليام وانا نظن باللي ليام مش با يو دو لا شونس دو ترافاي معاه مي وي مي جو لو ريسبكت اترافير لي زيكو دونك تو بارتاج ليام كتجربه اولى تاع نسيم بومعيزة في المسلسل الدراميه نظن باللي الى ريوسي سون تخي بيان صح دوكا نزيدو نروحو الميز مزاحم 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 انا كنت تعاملت معاه في 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 لومباز في لومباز كان في لومباز اون ترافاي اونسومبل لومباز اون هيستوار اوسي دي زاني 50 اوسي راكونت ان بيبو اون هيستوار دان انستيتوتور الجيريان كي في افيك لي كولون افيك سيتي لامي دو غول اي تو دونك لا بيان تريتي سون فيلم اوسي مزاحم صدر مو جو لو ريسبكت انورميمون اوتون كو انسان وفنان فوالا هذه هي و جو بونس كيلا هو ثاني سي دي ماركي بيان سور تاع هو حط ساتوش حط ساتوش نقولوها حط ساتوش سوا في السينما ولا يعني هو عنده ثاني تجربه في السينما عنده بيان سور عنده تقريبا واحد ثلاثه ولا اربع اعمال سينمائيه وخاصه في الاعمال التلفزيونيه وما نساش باللي شوفوا شنو يدير في يقولوا مزاحم في تيموشا فرونشمون سي ان سوكسي كي يقولوا مزاحم نقولوا تيموشا فوالا دونك تيموشا ماهوش نهضر عليها ولا فوالا سي الى يو سي ان سي عنده دي زيكو شوف دوك من لي رياليزاتور روح لك لي زاكتور لي زاكتور نعطيك زملاء اسماء تاع ناس متالقين نبداو من نبيل عسلي نكملوا هادي ونروحوا لانه بقاونا دمين يلا يلا بسرعه لا لا نبيل موت المتالق كما نقولوا انا نبيل عرفته في صافي تري لونتون ونشفى لواحد لا بوس ولا فوتو هذه ايوا عرفته في عمل جو كرو مع اول عمل مع مرزاق علواش الروبونتي الروبونتي كان يجي يقول لي عزيز راك شفت الفيلم باسكو احنا شفنا الفيلم اونسومبل دير لا بون بروميير قال لي واش راهي بدايا قلت له جو بونس كو تون بيرسوناج لو روبونتي فا توفرير بوكو دو شونس باسكو tu l'as très bien réussi. Regarde-moi à l'humour, c'est-à-dire l'humoriste, yani le Nabil Asli, l'humoriste, etc., etc. Voilà qui بين الممثلين اللي ويبقى بين القلائل اللي يفاريو بين الكوميديا والدراما نبيل سيتي ان كوبان دو فورماسيون كنا في لي زيتود اونسومبل بقينا كيف كيف تو كوبان دو شومبر بوندو 4 ans كرهت منه على بالك يهبل يهبل فوالا مي سي فري كسي سي ان كوميديان بوليفالون il est il est il maîtrise son métier c'est quelqu'un de voilà de ça fait plaisir ديما كي يكونوا هكا فنانين يحكيوا على بعضهم حوايج ملاح شكرا لكم يعني دي بوينتور كو سوسوا انتوما ولا نبيل عسلي كل واحد حط لهم برانتا افتخروا بهم بيان سور مالوغوزمون الوقت خلاص لا انا مش موني من المسرح مالوغوزمون جيسبيغ رزاق ما يزعفش عليا باش شوف نعتذروا على المباشر الاستاذ احمد رزاق لا غالب راني خطفته لك من تيانا ديريكت نرجعه لك صح نعاود نرجعه لك ان شاء الله تحيه كذلك للحميد عاشوري وكامل اللي راهم يريبيتيو تما ان شاء الله عطونا كلمه اخيره فوالا افون دو جانفيت تو البوبليك دو تياتر ان شاء الله لو 19 بور لا بيس نتاع رزاق شارع المنافقين داك سي ميزون سان دو احمد رزاق سي اون بيل كوميدي فوالا يعطيكم الصحة فرونشمون ليميسيون اللي خفيفة ظريفة خفيفة ظريفة فوالا افيك مي كوليك مي زامي الحمد لله ميرسي بوكو ان شاء الله انا فريمون لونور عزيز شرف لينا الشرف ثاني ليا وانا بالمناسبه نقول باللي الجمهور نتاع هيليوبوليس اتوندي نو ابارتير دو ميركودي جودي نصرا تيزي وزو
Jeudi, on sera à Bdjaya. Inch'Allah. Le dimanche, on sera à Adrar. Voilà. Et en revenant de Adrar, on va sur Maskar. Et le plus grand, la plus grande aventure, le Raya Obama, le Jumhur, le Jazel, le Amir, il a. كيش يقول صح القول صح القول راح يبدا ابتداء في شهر جويا avec une très grande caravane اللي راح تجول القافله اللي تجوب مختلف انحاء الوطن ابتداء من قلما ونكملوا في الملح ان شاء الله شكرا لكم ميرسي بوكو فريمون سي ان بليزير دو 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 فو ريسيفوار اليوم parmi nous et de partager le plateau avec eux bien sûr bien sûr شرفت مام بالتقديم معاك ياسر اليوم شكرا لك مشاهدينا الكرام فريمون سي ان بليزير نكونوا معاكم سؤال تاع النهار اليوم ما سقطيناهمش عليه اللي كان الكذب كيما سقطيناهمش خير بيان سور كيما سقطيناهمش خير باسكو لي زاجيريان كاع كذابين قالوا باش مشاهدينا نقول لكم باللي نتلاقاو بكم غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت في نفس الموعد صح ماشي انا وزهراء نتلاقاو بكم كريم بوباكور ومينا فوسيت حنا نتلاقاو بكم السبت الجاي تشاو تشاو